انا مواطن مصري راجل، كنت نازل انتخابات وقعدنا واجتمعنا معاه وانا مرتضى اقعد معاه واشوف فكره ايه الكلام ده. طب المواطن المصري بقى الغلبان، طب يكلم مين؟ زكريا عزمي في عز فساده كنت بكلمه بيرد عليك. يعني مش يعني عايز اقول ايه، مش قوه او عوده لل يعني مثلا اقول لك حاجه، ممدوح عباس ده ربنا يمسيه بالخير كرئيس نادي الزمالك، راح مصطفى محمود في 1-2، فلقى بتوع مصطفى محمود قليلين، راح طالع على ميدان التحرير بالليل. خلاص اول ما جه محمد مرسي، اول ما جه جاب احمد ابو بركه ومحمد محسوب المحامين بتوعه على طول فورا. لما جه السيسي سال الرئيس السيسي راح قاعد. خلاص انا عايزه مش عشان ممدوح عباس، في 100 ممدوح عباس، الناس المتلونه اللي بتروح يمين وشمال ويمين وشمال. انا من اول يوم ليا موقف من 25 يناير، اقول الانتفاضه الحقيقه 28 يناير، 25 يناير دي كانت مؤامره متقتله. وانا مش بقول بقى، ما هو دلوقتي انت الناس راحت شهدت في المحاكم وقالت يا جماعه كان في ترتيب واللي جاي من قطر جاي اليوم واللي جاي مش عارف مين. ده 25 انتفاضه الشعب الحقيقه لما نزل 28 يناير، الناس اللي ضد الظلم وضد الفساد ونزلوا بقى وضد انتخابات مجلس الشعب اللي انا بشرت في 17/12 بسقوط النظام عشان دي القشه التي قسمت ظهر البعيد. راجل زور الانتخابات وكتب 3 مقالات في الاهرام اللي هو احمد عز طبعا كلنا قراناها، يتحدث عن نزاهه الانتخابات وعبقريته هو لغايه ما وقع النظام. فالنهارده لازم انا كراجل في مؤسسه الرئاسه اشوف دول مين، اشوف البني ادم اللي الرئيس هيقعد معاه مين. لان انا لما اشوف فلان الفلاني اللي انا عارفه كويس انه فاسد وكان مع الاخوان، ما بتكلمش عن الموضوع بس بتكلم بصفه عامه، انه فاسد كان مع الاخوان وكان مع حسني مبارك وكان مش عارف مع مين وكان مع مين، وفجأة بقى مع الرئيس المحترم بقى النظيف اللي ما عندوش اجندات ولا اهل ولا عشيرة الا شعب مصر، انا هحط 100 علامة استفهام. اتمنى ان مؤسسة الرئاسة الناس اللي حواليه، ودايما من يفسد الرئيس هم من حول الرئيس، او زي انا مسميهم عبدة الكرسي. وانا اديت مثلا قبل كده لما نجحت على الدكتور كمال درويش سنة 2005، فناس كتير جايه بتبصني مباركه لي وفرحانين، فناس يقولوا لي ايه؟ على فكره كان ضدك مع كمال درويش، يقول عمره ما كان مع كمال درويش. ده مع الكرسي. يجي جلال يبقى مع جلال، يجي مرتضى يبقى مع مرتضى. هم دول اللي اما يرفعوا، وده على كمان مستويات، يعني هتلاقيها في مؤسسه مجلس الاداره كرئيس مجلس الاداره، هتلاقيها في رئيس التحرير، هتلاقيها في كل مكان. فانا بتمنى ان الناس اللي كانت بترد على تسميات المواطنين وبتكلمهم ومتواصله معاهم تعرف ان لما في، لان النهارده هيبقى قدامك حل من اتنين، يا تطلع في التلفزيون تقول المشكله وتفجر قضيه وممكن اللي انت هتقوله دوت الناس تسمعك انت مباشره، وتبقى بتهدم جزء من النظام انت حابه وبتحترمه. يا اما انت تسمع المشكله زي ما انا بتكلم دلوقتي، تسمع المشكله مني ومن محمد ومن فتحي واخد بالك، وبعدين تفحصها. والله طلع كلامنا كلام عاقل ومتزن ويصب في صالح الوطن بناخد بيه، والله لقيت كلام هاكس والناس بتتكلم ايها جايز على رايفك في السند واخد بالك، دايما يقول لك ايه ده كلام كويس واخد بالك، خلاص خد واسمع من هنا وارميه من هنا. انا في النهايه بشكر مؤسسه احضار اليوم، هذه المؤسسه العريقه، هذه المؤسسه اللي خرجت اجيال عظيمه. من انت منتمي ليها يا استاذ؟ انا لسه قلت طبعا. يعني احنا عارفين 4 سنين، احنا فاكر كنا طبعا استاذ محمد سعد الله يرحمه كان هو الاب الروحي، فكنا كنا بالليل نيجي نقعد ناكل معاه ويقعد يشتم فينا، اقعد يا ولد مش عارف ايه، وطبعا محمود صلاح ومحمد رجب وكل المجموعه دي واخد بالك. فانا بشكر هذه المؤسسه العريقه سواء اخبار اليوم او الاخبار، وطبعا ربنا موفق انا مش بجامله، هذا هو الوضع الطبيعي لياس الرزق، ده صحفي متميز اي مكان اشتغل فيه قدم بصمه جديده، وانا شايفه النهارده مقدم كوكبه من الكتاب مختلف، يعني ناس مختلفه الاتجاهات، من سيد حجاب لكل الناس انا شايفه النهارده. انا حد افتكرتهم دول المحافظين، افتكرتهم المحافظين خلاص. واخبار اليوم والاخبار طول عمرها ليها طعم وليها رونق وليها، يقول لك ايه الطبخه دي فيها نفس، اخبار اليوم يعني فيها نفس. فعشان كده حضرتك بتزعل احيانا بالظبط من بعض. لا في حاجه مهمه، انا من ساعه ما اتولدت وعيت انا بقرا جرايد كلاتي برتبها كده، ولو جورنال قبل جورنال ما اقراش، وده مش بجامل، اخبار جمهوريه اهرام وبعد كده بقى مصر بالترتيب كده.
انا بقرا الهرم اول صفحه وصفحه الوفيات والرياضه. تمام؟ الجمهوريه اول صفحه ورياضه واشوف محمود معروف كاتب ايه. لازم. اه كاتب بقى عن بديع مصابني مش عارف عن ايه. بعض ابناء الزمالك بيبقى في ازمه وده بيكلمني عن هدى مش عارف هدى سلطان اي كلام يعني. تمام؟ والله بجد مش بجامل، الجورنال الوحيد اللي بقراه من الجلده للجلده الاخضر. لانك عندك اولا عندك صفحه الرعب